شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم مرحبا بكم يا اطفال، وانتم كذلك راكم تشوفوا فينا. الا حبيتوا تجوا تحضروا مع عمو يزيد ما عليكم الا تشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا في الحضور لازم شوية على الصبر، لأن عمو يزيد راح يزقي لكم كامل في التليفون باش جو تحضروا معه، ولا عبر الإيميل باش تحضروا معنا هذه الحصة هذه، ولكن شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة يا أطفال. في بداية كل حصة نتكلموا عن أيام عالمية تهمنا في حياتنا. في هذه الفترة هذه يوم 14 نوفمبر كاين اليوم العالمي لداء السكري، نتوقفوا فيه على بالكم باللي له ديابات. داء السكري يصيب ناس بزاف وفيهم الأطفال تاني، إذا نتوقفوا باش نضمنوا مع هذه الفئة هذه ونقولهم ربي شافيهم إن شاء الله. كاين كذلك يوم 16 نوفمبر في هذه الفترة يوم مهم، هو يوم عالمي للتسامح، لا جورني انترناسيونال دو لا توليرانس. الإنسان في حياته لازم يكون متسامح يا أطفال. بالمرات يكون عندك مشكل مع إنسان، بالمرات بلك عندك شجار، بلك لازم تكون متسامح، لأن المسامح كريم. كل ما تتسامح كل ما راح تسيب روحك مرتاح والناس تحبك أكثر. يا أخي عندي لكم لغز، تحبوا الألغاز؟ إذا اللغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يعمل في الصيف ويرتاح في الشتاء؟ ما هو الشيء الذي يعمل في الصيف ويرتاح في الشتاء؟ انتم تاني يا اطفال بامكانكم الاجابه عن اللغز باش تربحوا هديه عن طريق موقعنا عمويزيد.com بهذه الطريقه. انت كذلك جاوب واربح عن طريق الانترنت مع اجل، اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هديه قيمه مهداه من طرف شركه اجل، 15 سنه في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصه الماضيه يظهر اسفل الشاشه. مبروك عليك الهديه. اذا يا اطفال انتم شاطرين شاطرين، فكروا لغايه نهايه الحصه في الجواب عن اللغز ونشوفوا اذا كنتوا شاطرين. وش رايكم؟ انا اليوم حبيت نروح نشوفوا مع نور الهدى، تعرفنا عن شخصيه مهمه اللي هو بن عبد الملك رمضان. تفضلي نور الهدى، تفضلي تفضلي تفضلي. صبيغه نور الهدى، مرحبا بك، تفضلي تفضلي نور الهدى تفضلي. مساء الخير يا اطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياه الشهيد بن عبد الملك رمضان. ولد بن عبد الملك رمضان في قسنطينة في مارس 1928. زاول دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها قبل أن يلتحق بخلايا حزب الشعب الجزائري السرية في نهاية الحرب العالمية الثانية. انضم بن عبد الملك رمضان إلى المنظمة الخاصة عام 1948 وأدى دورا نشيطا فيها، وبعد اكتشاف السلطات الاستعمارية لوجود هذا التنظيم وتفكيكه ظل يناضل من أجل وحدة حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية. شارك بن عبد الملك رمضان في اجتماع 22 جوان 1954 الذي اعتبره الوطنيون أول خطوة في الطريق نحو الثورة على النظام الاستعماري عن طريق العمل المسلح. عين مساعدا للعرب بن مهيدي قائد المنطقة الوهرانية الذي كلفه بالإشراف على التحضير المكثف لأفواج المجاهدين في منطقة مستغانم وتدريبهم على السلاح والخطط القتالية تحسبا لاندلاع الثورة. في يوم 1 نوفمبر 1954 قاد عبد الملك الهجومات المسلحة على مقر قيادة الدرك بيكساني سيد علي حاليا بمنطقة مستغانم. توفي بن عبد الملك رمضان في 4 نوفمبر 1954 بالقرب من سيد علي خلال اشتباك بين مجموعته وقوات الاحتلال، وبذلك يكون أول قائد عسكري للثورة يسقط في ميدان المعركة، وقد أعطي اسمه للبلدية التي توفي فيها. شكرا 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 نور الهدى شكرا. إذا بن عبد الملك رمضان هو أول قيادي يستشهد في ثورة التحرير يوم 4 نوفمبر 1954،
يعني 4 أيام بعد اندلاع ثورة التحرير. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا أطفال. الجزائر حرة بفضل التضحية نتاع الشهداء نتاعنا اللي ضحاوا بالنفس والنفيس باش نكونوا أحرار في وطننا الجزائر. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. يا أخي أطفال، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، جورني انترناسيونال دو لا توليرونس، حبيت اليوم على بالكم الحاجة الأولى في التسامح وكامل هي إلقاء السلام. على بالكم يا أطفال إلقاء السلام مهم جدا. لما تمر على جماعة ولا تدخل للبيت ولا تدخل على محل ولا، لازم دائما إلقاء السلام. عمو يزيد دا لكم أغنية نقول فيها السلام عليكم بتحية الإسلام. يلا تغنوا كامل معي. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام، ستنال الأجر منها. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب، هي ألفة للقلوب. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. إذن يا أطفال، إلقاء السلام شيء مهم جدا. معناها الإنسان يكون متخلق. هي إلقاء السلام شيء مهم جدا، يعني فيها الطمأنينة، فيها السلام،
حتى الإنسان لما يلقي السلام يكون عنده أخلاق خلق حسن. يا أخي أطفال، إلقاء السلام مهم جدا، ورد السلام أهم بكثير، لازم رد السلام. واش رأيكم نروحوا الألعاب الخفاء دركا؟ تحبوا ألعاب الخفاء؟ إذن يلا معايا نستقبلوا عم رضا، تفضل تفضل في ألعاب الخفاء. تفضل عم رضا، تفضل تفضل. السلام عليكم، واش راكم يا أصدقائي الصغار؟ لاباس؟ ما سمعت والو، راكم ملاح؟ الحمد لله. بصح واش راكم ديروا في داري لهنا؟ شكون جابكم؟ عمو يزيد؟ مرحبا بكم، معكم ضيوفنا اليوم. صحة، أنا من الصباح ما شربت والو، راني عطشان. مي بصح شريت واحد القرعة تاع الجن نحوس عليها ما صتهاش. وسام، وسام وراه وسام؟ وراه قرعة تاع الجن تاعي؟ فوق طابلة. فوق طابلة؟ إيه صح نسيت، لحتها لي فوق طابلة. أيوا راهي لهنا. اليوم نشرب حتى نشبع. قرا عندي شابه صحه. تشربوا جو؟ ايه ولا لا؟ لا ما تشربوش. ماما انا نشرب صحتي يا مالاتي. بصح كيفاش تشربوا؟ تشربوا هكذا تحلوها؟ ايه بصح انا نحلها، بصح انا ما نشربش كيما نتوما. لا لا ماشي بالكاس وماشي بالقرعه، نشرب من البعيد. صح تشوفوا معايا مليح. وسام بالك يكون بيريمي نمدو لويسام ذوقو قبل باش ما يصرى لي والو. انا كاش ما صرى لها صرى لها ليا، ما يصراش ليا. صح وسام؟ نعم. هاي بدا تشربي، بدا تشربي. صحتك على وسام، صحتك صحتك. بصح ما فهمتش القرعة هذه كيفاش تشربي من بعيد وسام؟ وي صح، صفقوا عليها. شكرا 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 عمو رضا، شكرا، برافو 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 برافو، شكرا شكرا شكرا. واش رايكم يا اطفال دركا نروحوا نحكي لكم حكايه؟ الحكايه تاع اليوم هي حكايه صاحب العقد. يلا كمل معي. اذا يا اطفال اليوم حبيت نحكي لكم حكايه صاحب العقد. العقد هو الكولي. واحد النهار واحد الرجل كان يمشي في الطريق، وكان يمشي قدامه واحد الراجل هكذا كان مع مرتو. هذاك الراجل مع مرتو طاح لهم عقد، ان كولي، مرتو بحرت الكولي هذاك. ومن بعد هذاك الراجل الاخر كان يمشي، من بعد صابوه في الارض هكذا، رفدوه هكذا، ولكن تردد باش يرجعوا لهم، قال داه لعنده خلاهم راحوا. ومن بعد قعد مع روحه، نردو ما نردوش، نردو ما نردوش، وكامل بعد راح للدار، راح للدار وقعد الضمير تاعو يأنب فيه. يعني الانسان عبالكم بلي الانسان ربي عاطيلو ضمير، اون كونسيونس. شفت كي دير حاجه ماشي مليحه وتقعد الضمير تاعك يأنب فيك دائما، قول يا ربي كون ما درتش هكذا وعلاش وكامل. هذا هو الضمير، والانسان لازم الضمير تاعو دائما يكون حي. لا كونسيونس الي امبورطونت في حياتنا يا ابنائي. دونك هذاك الراجل جاتو لا كونسيونس في الليل، قعد يأنب فيه الضمير تاعو، قال انا غدوه نروح نرجعوا لهذاك السيد وخلاص. ومن بعد كي جا رايح لعند السيد صابوه معلق ورقه، هذاك السيد كاتب باللي اللي يرجع لي العقد هذا نعطي له مكافاه. ولكن هو مش على المكافاه، هو الضمير تاعو اللي انبو راح باش يرجع العقد. راح عند الانسان هذاك دق دق عليه، قالوا السلام عليكم، قالوا فوالا انا العقد سبته في الارض وجيت باش نرجعه لك. قالوا بصح ماشي المكافاه اللي جبتني،
انا الضمير تاعي لان ابني لازم نرجعه لك. هذاك الانسان صاحب العقد قال له معليش، قال له انا درت مكافاه، قال له شي المكافاه، قال له المكافاه راح نعطيك عقد عنده نفس القيمه كيما هذاك العقد. هذاك حار، قال له كيفاش؟ قال له نفس العقد بنفس العقد يعني نفس القيمه. قال له لا، قال له هذا عنده قيمه ليا لانه تاع الوالده نتاعي، عنده اون فالور سنتيمونتال. قال له اذا حبيت نحتفظ به لانه هذا العقد تاع الوالده نتاعي من ريحه الوالده تاعي اللي توفات. اذا باش الانسان هذاك عطى له عقد بنفس القيمه ورجع له العقد ديالو بتانيب الضمير. اذا الانسان لازم يكون عنده ضمير يا ابنائي. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من حكايه اليوم انه طمع يعمي الانسان. برافو بوبي، تصفيقه تصفيقه على بوبي، تصفيقه تصفيقه. يا اطفال على بالكم باللي الانسان لازم له الشجاعه ولازم يكون عنده ضمير باش يتغلب على الشيطان، لانه الانسان كاين الاغراء دائما حاجه هكذا تغريك، ولكن لازم الضمير تاعك يتغلب عليها، خاصه في السرقه ولا حاجه اللي ماهيش لك واللي ماهو لك غير يعيك، يعني حاجه تاع الناس لازمها ترجع للناس. يا اخي يا ابنائي، والطمع مش مليح كما قالوا ناس بكري، الطمع يفسد الطبع. يلا معي. عجبتكم الحكايه يا اطفال؟ برافو. إذن يا أطفال، الطمع يعمي الإنسان، لازم نكونوا بعاد على الطمع ولازم دائما الضمير تاعنا يكون حي. Notre conscience c'est notre vie. Très important d'avoir une conscience dans la vie يا أطفال. إذن لحقنا لواحد الركن نحبو، هو ركن بريد عمو يزيد، سي لابوست. واش هما؟ راح نقراو الرسائل اللي جاونا مع عند الأطفال، وأنتم مثلا اللي حبيتوا ترسلونا باش نقراوا الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com، تضغطوا على زرار آراء وملاحظات وتبعثوا لنا الرسائل باش نقراوهم هنايا. بوبي شوف واش بعثوا لنا أصدقائنا الأطفال في البريد. روشوا له روشوا له باش يصيب لنا براوة شابين. يلا كاين؟ هايل هايل هايل. شكرا شكرا بوبي، يلا شكرا شكرا بوبي شكرا. إذن رسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي بعثوهم لنا. الرسالة الأولى من عند غرناطي شيرين، 13 سنة من مدينة عين الترك بوهران، وهران الباهية. قالت لنا حصة جميلة جدا ونحبكم كامل، حنا تاني نحبوها، مدى بنا تجي تحضري معنا. تحياتنا لكل ناس وهران ومدينة عين الترك. الرسالة الموالية، حناشي رحمة 11 سنة من سطيف، قالت لك شكرا جزيلا على هذه الحصة المفيدة. شكرا شكرا رحمة، يعطيك الصحة بنتي، مرحبا بك مرحبا بك. جميل جميل أننا نتلقى رسائل جميلة كما هذه. الرسالة الموالية، جون هايمان من برازيليا من ريو دي جانيرو في عمره 32 سنة، شاف الحصة وقالكم الحصة جد ممتعة والسلام عليكم. هذا من برازيليا في عمره 32 سنة، صديق الحصة جون هايمن. شكرا شكرا جون، الله يخليك، جسبر تفهم العربية برك. ثانك يو ثانك يو جون. اوكي، ربيحي حليمة 11 سنة من برج بنعامة، مدينة برج بنعامة ولاية تسم سيلت، قالت لك هذه الحصة رائعة جدا وأتمنى لها النجاح من كل قلبي في الحاضر والمستقبل. شكرا شكرا بنتي حليمة 11 سنة ربيحي من برج بنعامة، شكرا، تحياتنا لكاع ناس ولاية تسم سيلت ومدينة برج بنعامة. الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، العقون هاديل 9 سنوات من الدار البيضاء بالجزائر، قالت لكم أشكركم جزيل الشكر على الحصة التي ستترك فينا حبكم. أوه برافو بنتي، مساج هايل يا هادي العقون، 9 سنوات من الدار البيضاء، أنت تاني رسالتك راح تترك فينا أثر كبير ونحبوك نحبوك نحبوك. إذا هذه الرسائل عمو يزيد يحتفظ بها ونعتز بها، وإلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com، بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. درك لحقنا لواحد الركن اللي نحب نسمعكم، شكون عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ اون بلاك ولا شكون اللي عنده؟ تعال وليدي تعال تعال اروح.
أرواح. أقعد. واسمك وليدي؟ محمد. محمد شحال في عمرك محمد؟ 8. 8 أيام؟ 8 سنين. عم بالي 8 شهور. وين تسكن محمد؟ أدرار. في أدرار. تحيتنا لكل ناس ولاية أدرار الجنوب الشاسع الجزائري، الكرم والجود والفن كذلك سلمنا عليهم كامل. احكي لي النكته تاعك وليدي. كان واحد الراجل يقف بزاف البانل حتى ولا فنيفن. شكون اللي عنده نكته؟ شكون؟ شكون اللي عنده نكته؟ تعالي بنتي اروحي. تعالي. قادي بنتي. واسمك؟ ليديا. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، الله يبارك. وين تسكني؟ في العاصمة. في العاصمة، الجزائر العاصمة. احكي لي النكتة تاعك بنتي. واحد اسمه عقل واحد اسمه مخ، كانوا في المسيد. هذيك العقل المخ قالوا اني رايح نشري قرنطيطة، والعقل عيط له المدير قال له اسمك؟ قال له عقل. قال له انا مخ. قال له راح نشري قرنطيطة. برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي، تفضلي. واسمك بنتي؟ لينا. لينا شحال في عمرك لينا؟ 10 سنين. الله يبارك. وين تسكني لينا؟ عند الألمان. اه في ألمانيا. واش من بلاد في عند نورتراين فيستفالن اسن. اه واعره عليا هذه. هذه واعره، ما قلت والو. اوكي بنتي، راكي في عطله هنايا؟ تجي الجزائر كل عام؟ مين داك؟ مليحة الجزائر، عجبك الحال؟ ايه. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. واش تحبي تقولي لهم؟ عجبك الحال الجزائر، واش تقولي لهم؟ عجبني الحال، عجبني الحال بزاف، خاطش عند لاماما ما كاينش بحر، بصح هنا كاين بحر. اه تحبي البحر؟ ايه. برافو برافو برافو، رحتوا للبحر؟ ايه. ايا تخي بيان، برافو برافو بنتي، شكرا شكرا، تفضلي بنتي لمكانك، شكرا. شكون اللي عنده نكتة؟ تعال تعال تعال، اقعد. واسمك؟ عبد الرحمن. وين تكون عبد الرحمن؟ في ولايه بومرداس. في بومرداس، الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك وليدي. واحد الراجل كان كرشو تسطرنا حلال المسطره ولا تخربش. برافو برافو برافو. تعال وليدي، تعال تعال تعال، انت انت، لا لا الاخر، تعال تعال، اقعد اقعد هنا. واسمك وليدي؟ مهدي طاهري. مهدي طاهري، شحال في عمرك؟ 8 سنين. وين تسكن؟ في ولاية مسيلة، بلدية أولاد سيد إبراهيم. الله يبارك الله يبارك. أي سخانة شوية في مسيلة؟ ولا مليح الحال؟ أو مليح الحال؟ أه. أي لاباس لاباس، بصح كي تروح تسلم عليهم كامل يا أخي. أه. قول عمو يزيد وبلغ لكم السلام. أه. واش تحكي لنا؟ واش حبي تحكي لنا؟ واش حبي تقول لنا؟ رسالة للأطفال ولا واش تقول لهم؟ رسالة. للأطفال واش تقول لهم؟ انا حبيت عمو يزيد وحاب نعود نجي له يوميا يوميا للحفلات. انا راح نقول لك عمو يزيد راح يجيكم ان شاء الله المسيله في حفل ان شاء الله للاطفال، وانت مرحبا بك في اي وقت يا اخي. بصح شرط باش ترجع عند عمو يزيد لازم تقرا مليح. يا اخي هاي الله يبارك. تفضل 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 يا اطفال، لحقنا دركا الجواب عن اللغز. كان صعيب ولا سهل؟ سهل. ما هو الشيء الذي يعمل في الصيف ويرتاح في الشتاء؟ كالي لا شوز كي ترافاي اون ايتي اي سو ريبوز اون ايفير. تعالي بنتي تعالي، وقفي هنا. واسمك؟ لينا. لينا وين تسكني لينا؟ في العاصمه. في العاصمه. واش هو الجواب؟ مروحه. واش هي مروحه؟ اللي تبرد. اللي تبرد الفنتيلاتور. ايه صحيح صحيح. تعالي 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 تعالي، المروحه المروحه صابتها. شاطرين شاطرين انتوما، دونك سي الفنتيلاتور. اروحي بنتي نعطوا لك هديه. الهديه تاعك، حنا الشاطرين نحبوهم. اذا الهديه تاعك كوب مع عمو يزيد، ان شاء الله تشربي فيه الحليب ولا الماء تستفادي به، وكذلك عمو يزيد يهدي لك ثلاثه تاع لي سيدي اللي نتجناهم في هذه السنتين. سيدي من حق الطفولة معلمي، ومبروك عليكم النجاح في كل سيدي 22 أغنية، إن شاء الله تستفادي بهم. الله يسلمك الله يسلمك، صح عليك بنتي.
اليوم عندنا عيد ميلاد مسعود محمد. تعال ابو محمد، تعال 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 محمد. احنا رايحين نغنوا لمحمد عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو، وانتم تجوا معايا باش نغنوا لمحمد عيد ميلادك احلى عيد. يلا كامل. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. اذا محمد، اذا محمد كل عام وانت بخير وليدي. حسبوا معايا كامل، 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو 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 برافو. اذا مبروك عليك وليدي. يا اطفال عمو يزيد يهديكم كامل شهاده تحتفظوا بها كذكرى في شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، تحتفظوا بها غير تخرجوا منها تسيبهم كامل يسنوا فيكم بأساميكم. هذه تاعك محمد وليدي، وبما أنك جمعت 5 قسيمات من علب حليب رامي ونورتنا اليوم واحتفلنا بعيد ميلادك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يهديك هذه الهدية، هذه الدراجة هذه إن شاء الله تستفاد بها وليدي. إذا مبروك عليك، وأنا مبقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، سنونا في نفس التوقيت على نفس القناة الأسبوع المقبل. سلام، نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع